أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عين نين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد يحسب أن لن يقدر علي أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الجنة
لنا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. منورنا على موقع صدى البلد الشيخ صالح. الشيخ صالح الدبر من مركز الحسينية محافظة الشرقية. طبعا بنمس عليكم متابعي موقع صدى البلد. معاكم يارا زكريا ومحمد النشاوي. شيخ صالح، عرف الناس عليك بقى، يعني انت مين وحفظت القرآن من امتى وان شاء الله بتقرا في اماكن زي ايه؟ أنا حافظ القرآن بالصالحية القديمة على الشيخ أحمد محمد عامر، وجودت القرآن عليه، وكان هو كدني متمناني إن أنا يحفظني القرآن رحمه الله. وبعد كده ختمت وأنت عندك كام سنة وما شاء الله عندك؟ أنا ختمت القرآن وأنا عندي 15 سنة، وعدت القرآن بالتجويد مع فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر، هو جواد الله يرحمه، القارئ بالإذاعة. القارئ بالإذاعة. بعد كده بدأت تحفظه لأولادك العشرة، ربنا يبارك فيهم، وزوجتك والأهل البلد هنا. في المركز الحسيني. أيوه. طب مين شفنا لك فيديوهات أخيرة كده مع المشاهير، زي مين مثلا؟ أنا يعني؟ آه. مع الشيخ أول ما أني كان معاه حبيبي الشيخ أحمد محمد عامر. بعد الشيخ سيد البنا بسعود الله يرحمه، مشايخ البلد وادن مشايخ كتير. طب ما تعرفنا على حاجه كده اسمها وسنها ها؟ انت كنت دلوقتي عرفنا بالحاجه، وانت كنت بتقول لي ما شاء الله دي ما بقتش موجوده الحاجه. عرفنا بيها كده جماعتي. ماذا عرف الناس بيها، يعني اسمها وهي انت كنت بتشكر فيها، بتقول ما شاء الله الحاجه ما بقتش موجوده، يعني شخصية الحاجة ما بقتش موجودة دلوقتي يعني. لا. حاجة دي ولية طيبة. حافظ القرآن وأنت اتجوزتها اللي هي بنت ابن عمي. حافظ القرآن وتصلي وتصوم وتم تمام. ومالهاش في كلام الناس، والناس بتحبها يعني. كل الناس كلها بتحبها. حريم ورجالة بيحبوها. بيحترموها. هي شريكتك بقى في الحياة. في الحياة. استحملت معاك الحلوة والمرة؟ المرة والحلوة. المرة قبل الحلوة. والحال. ياما ماشيين لاجين معدن مصر يا حاج عز. كنا اصحاب عيال صغار كده، كان يروح يجيب لي. بص بقى شيل المي من هنا من عند جده وحطه عند كده. كان الناس لاجية معدن مصر. الحمد لله النهارده خير كثير والحمد لله. الحمد لله انت ماشي فتحك. حافظ عبد العالي السيد محمود جابر. استنى كده يا شيخ، مش عايز تعمل ليه دي؟ طبعا انتوا الحاج ان شاء الله منورين على تقرير قريب على موقع صدى البلد، والحاج بيقرا فيه يعني مدرسه من القران. بس نفسي الحج انا الحاج. نفسك في الحج؟ انا الحاج. انت لو طلعتوني الحج يوميا يا حمد الله ناخد ما بعناية في الحج. نفسكم في الحج؟ والله نفسي أحج وأخد ما أنا بعناية كده. أطبخ له وأغسل له وأعمل له كل حاجة. طب أنت حافظة حاجة من القرآن صح؟ طب ما تقولي لنا حاجة أنت حافظاها كده غيري؟ أنا أقول لك حبة من سورة البكرة أقول لك. تمام وأقول لك الصور الصغيرة دي؟ لا نقول حاجة واحدة من الآيتين بس من سورة البكرة. في الأول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ليؤمنون ختم الله على قلوبهم على سمعهم على أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم تذكر الله لا دلوقتي بقى نختم معاك كده يعني أقول حبة أقول حبة من سورة الكهف مش نقول ايتين بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قياما لا ينظر باسا شديدا من لدنه انت نفسك في حاجه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثون فيه ابدا وينظر الذين قالوا اتخذوا الله ولدا ما لهم به من علم ولا أباؤهم كبرت كلمات تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب فعليك بخوع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينتها لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل نفس أحج والله نفسك في حج؟ اه والله ما عايزه حاجه غير كده اخدني في الحج. ربنا يكرمك. والله اغسل لي واطبخ لي في الحج. حج بس. ابقى حج بس. نختم كده بآية واحدة كده يا شيخ مصر. شوف صح. كده نختم بيها. انا علي صوتك بقى عشان ايه؟ انا هقرب منك عشان انا شفت المايك. نختم بآية من القرآن كده بس. لأن لو مخي مش عيد مخي اللي كان سليم كنت حفظت المصحف بس أنا رحت العيان مركزة 15 ربنا يحفظك يا رب نختم بآية كده يا شيخ نختم بآية بسم الله الرحمن الرحيم كمل يا حاج كمل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنجزين من أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا من سدس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم الله يفتح عليك يا شيخ صالح نورتنا وان شاء الله ربنا انت اعتمرت قبل كده يا شيخ صالح لا ولا عمر ولا حج لا
ربنا يعني يكتبها لك باذن الله. يا رب يا رب.